إذا لا تنسوا الاشتراك في قناتنا. لوكاس بيليا في حواره الأخير مع يوتيون منتخب بيرو لم نشاهده كثيرا، ما عدا فرصة واحدة لباولو كيريرو وجيفرسون فارفان في فرصة ثانية، لكن الفرصتين كانت بمثابة هدفين ضيعها كل من باولو كيريرو وجيفرسون فارفان. ترجع كرة للبيرو، أكونيا يتفوق، ينطلق الآن، يراوغ بامتياز، يعدي بهجان لجمهور البومبونيرا وليخاندرو غوميز، وتأمين رائع في الناحية الدفاعية لرودريغيز وأروخو. الأرجنتين تحتل المشاهدين الكرام المركز الرابع عالميا في تصنيف المنتخبات العالمية الصادر يوم 14 سبتمبر الماضي. أكبر فوز في تاريخ المنتخب الأرجنتيني حققه يوم 22 يناير 1942 لما سحق الإكوادور ب 12 هدف لصفر. أكونيا بمجهود يذكر ما يشكر، وسان باولي مطالب بتعديل الأوتار قبل العودة من جديد في الشوط الثاني. المخالفة ضد ميركادو، نذكر وأنه أسماء مثل ديبالا، باريديس، إيكاردي، فازيو متواجد على دكة الاحتياط في المنتخب الأرجنتيني. والطبيعي ما يحسب هو هذا الانضباط التكتيكي لمنتخب البيرو بنفس الخطة 4-2-3-1 بلياقة بدنية عالية جدا، بحضور ذهني ممتاز، تركيز كلي ودفاع موجه على ليو ميسي لما ينطلق من الوسط إلى الهجوم. شوف الابتعاد عن الحارس غاريتزي، وطبعا صعوبة اختراق هذا الدفاع البيروبي اللي يعطينا نموذج في الدفاع في هذه الأوقات. كرة لبيليا، بيرديتيا حكمت له باللعب والكرة في ربيع، تدرج رايع، تغيير وجهة اللعب، عودة الديماريا، عودة الديماريا لن تتأخر صافرة. البرازيلية للسيد ويلتون بيريرا سامبايو لتؤشر على هذا التعادل السلبي بين المنتخبين، تعادل بطعم الذهب لمنتخب البيرو. كرة من ماشيرانو لأليخاندرو كاميز، ليو يفقد الترويث، حكاية ليو اللي قاعد يمشي بمعدل هدف لكل مباراتين مع المنتخب الأرجنتيني، بينما بفاصل هدف فاصل أكثر من 30 في أهدافه في كل مباراة مع نادي برشلونة، سيكتب التاريخ. ما الفرق بين إحساس ميسي لما يلعب لبرشلونة ولما يلعب للمنتخب؟ وهذه كرة ممتازة لبنديتو، بالرأس بنديتو، بالرأس لم يكن القناص، بكرة من الزمن العالي والرائع لميسي. شوف الكرة بالمليمتر يا حبيبي، بالمليمتر، وبنديتو فوق الحارس غاريزي. كل الشعب الأرجنتيني يهتز مع هذا التصويب الرأسي لغاريزي. نهاية الشوط الأول مشاهدينا الكرام بقرار الحكم البرازيلي ويلتون بيريرا سامبايو، 0-0 بين الأرجنتين والبيرو في البومبونيرا. لكم مني أجمل الأوقات، في انتظار العودة بكم عند ضربة بداية الشوط الثاني. أكيد الشوط الأول شوط اللاعبين، الشوط الثاني شوط اللاعبين، ولكن خاصة اختيارات المدربين. سنتابع تعديلات سان باولي بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني. البيرو معلش حتى كلام ناجح نجاح كبير في إدارة هذه المعطيات التكتيكية في استاد البومبونيرا. أنا شخصيا أطالب بتغييرات ثلاثة من المنتخب الأرجنتيني، ديبالا على حساب ديماريا، إيكاردي على حساب بنديتو، وأنزو بيريز على حساب أليخاندرو غوميز.
إذن 45 دقيقة لتجنب المرتبة السادسة المؤلمة والتي يغادر عبر بوابتها الأرجنتين نهائيات كأس العالم بموسكو. ميركادو، أوتاماندي، لابد أن ينتفض ليو، لابد أن يأتي بجنونه وبكل فنونه. وهذه كرة ليو رائعة وبرديتو والكرة جول. إيش الليلة، إيش الليلة، الحظ كله للأرجنتين وكأنه لن يكتب المونديال لهذا المنتخب مع ميسي. غريبة عجيبة، كرة أولى لبرديتو ومع ميسي ومازال الشعب الأرجنتيني. أبرز فرصة على الأتلاك، تصويبة أخيرة من بينيا، نجم الميلان. ما زالت جماهير البومبونيرا وكل البيوت الأرجنتينية من روزاريو لبوينس آيرس لكوردوبا على أمل تحقيق الانتصار الغالي اللي يمكن الأرجنتين من 27 نقطة ومركز رابع. غالي غالي والله غالي. الحارس المهاري كاليزي، نستمع إلى الأجواء الجماهيرية التي تزلزل مدرجات البوكا، تزلزل مدرجات البومبونيرا. أكيد جماهير الأرجنتين ترجع الكرة لراميرو في ثالث موسم له مع مانشستر يونايتد. دي ماريا إذن غادرة وريغوني هو البديل منذ بداية الشوط الثاني. أول اختيارات المدرب سان باولي. إذن أنخل دي ماريا أكيد أنه لن يكمل المباراة في ظل غياباته الأخيرة عن تشكيلة باريس سان جيرمان. عنده النقص البدني واضح، يأتي في مكانه إيميليانو ريغوني لاعب سنة سان بيترسبورغ الروسي في أول موسم لي في البطولة الروسية. ريغوني، أوتاماندي، وفلوريس. البيرو يقدر على مفاجأة الدفاع الأرجنتيني، هذا أكيد. ميسي، ميسي، ميسي يعدي كرة مغناطيسية للوكاس بيليا. لليسار أكونيا، خافيير ماتشيرانو، ماتشيرانو انتظار كرة لبنديتو يتفوق عليه قلب الدفاع لمنتخب البيرو. رودريغيز، ترجع السالة. البيرو يلعب مشاهدينا الكرام بالسالة الممتنعة، البيرو يلعب بالسالة الممتنعة، ليس يعني متسرع، متقبل لهذا الضغط الجماهيري الرهيب في البومبونيرا. والورقة الصفراء ستأتي تباعا بقرار الحكم البرازيلي. لا انذار شفاهي لباولو غيريرو. خمسة دقائق لعب منذ بداية الشوط الثاني والأرجنتين يعاني في معاناة سرقة، في معاناة ما بعدها معاناة. مباراة مصيرية، عاجز عن التهديف رغم وجود نجم نجوم الكرة العالمية ليو ميسي اللي في الثمانية مباريات الأخيرة لم يسجل إلا أربع أهداف مع منتخب الأرجنتين. لا
الأرجنتين أحد 8 دول نالت شرف التتويج بكأس العالم التي أحرزها مرتين 1978 بجيل ماريو كامبس، دانيال بيرتوني، دانيال باساريلا، والبقية مع المدرب مينوتي، وجيل 86 مع الكينغ مارادونا، أرديناس بروتشاغا مع المدرب بيلاردو، وكرة لشكون بالرأس وإمكانية التصويب ضاعت وتبقى الكرة بيرابيع. وكأس العالم بدون الأرجنتين كالأرض بدون مطر. آخر مرة غاب فيها المنتخب الأرجنتيني على المونديال كانت سنة 1970، هنالك جلب من القميص لأليخاندرو غوميز. هذه الإعادة كان بإمكان الحكم البرازيلي أعطان ضربة جزاء قد يكتبها التاريخ ذات يوم، وأنه الحكم سامبا